السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. يوم راح أصور لكم هذا السوبر ماركت يفتح كل سنة يفتح هنا ثلاثة أيام، يعني سوق أوروبي عالمي، يعني من كل أنحاء الدول الأوروبية يجون هنا يفتحون، يعني من كل الدول. يعني مين تتصور؟ يعني اليونان، مقدونيا، صربيا، سلوفينيا، النمسا، كرواتيا، هنغاريا، ألمانيا، مقدونيا، ألبانيا، رومانيا، يعني من كل الدول الأوروبية يجون هنا يعرضون بضائعهم. أكو صنع محلي، وكو يعني مثلا الأجبان والزيتون والملابس يعني شنو اللي تريده، يعني المصنوع بالبيت وبالمزرعة واللي مصنوع بالمعامل مثل الألبسة والأقمشة وهاي الشغلات، يعني العسل وهاي السوالف، يعني شنو اللي تريده. يعني ماركت عالمي، يعني تلقى هنا أنواع الجنسيات، أنواع الناس هنا تلقاهم هنا موجودين. اخوان مشي السريع وتوصل خطيه رجلته جاي يعرج اليوم، وامس مسوي البرج مال الكناريات عن البرد ومجروحات اصابع، يقول مشعلك يا ذاك تانيني. يلا اخوان هاي منا حقائب، هاي منا كراسي مال شو اسمه هذا المساج بينوكيو شو اخوان. هاي ميداليات يعني مستخدمة حلوة، هاي ام الوطواط، يعني مال مفاتيح شغلات هيك، يعني هاي هنا اقراص دي في دي سي دي شوف اخوان شغلات مستخدمه ومستعمله، قفاله، مفاتيح، يعني شغلات يعني شغلات مستخدمة، شغلات جديدة. ما ادري شنو هاي الطالة. اخوان هنا حظي نصيب، تشتري رقم وبعدين يصيح اسمك وتربح بجائزة منها، عند العاب وشوكولا وحلويات. فين دلو توستن؟ توستن يدور بلا نقو توستن يدور بلا اخوان شوف هذا هنا بوذا، دي بوذا ايه هاي هنا تجي تطق لك راب تشتري تحطه وظل السوله براحته. طبعا ترخصت من عنده، قلت له اقدر اصور؟ قال تقدر تصور براحتك يا اسبوع. هاي هنا أنا كلش حلوة، مثل قلايد او هاي محابس. دي ميتال الى دي سيلف الى بقى دي هي ذهب قول دي فضه اوكي
What cost are they? Cost of 2.96. ماشي تزن. اخواني يقول له هذا ذهب دي ميكس سولف اقول مدري يكون مطلب الذهب 250 كرون عبال انا ذهب انا هم استغربت مطلب الذهب تك اخوان هاي هنا مجوهرات صغيرة نسائية طبعا اخوان هنا هاي عطور ستقد مزيفة مو حقيقية مزيف هنا هاي الدراجة هنا اخوان هنا أنا كل احياكه طبعا ناتحوك شوف هسه هاي ملابس كل احياكه اليدويه القديمه كانت عندنا قبل هنا العجايز مالتهم حتى البنات يحبن يحوكن هاي هنا أنا ملابس هاي شوية جلد قماصل طبعا اليوم ثالث مو مثل مرات انا وتوسن نجي نلقى يعني اشياء اقوى من هذا الشيء شوف توسن طق له بلانجو واجي توسن سكول شوف هاي يا قول صور من جديد انقطع التصوير يلعن شرفك هذا ديتش حلو 750 كرون تقريبا 100 دولار وشوي غزالة جمجمة هسه اللي اشتريها شنو مثلا ساك ناس يعني عقليات اشتريه هذا الديناصور هذا حلو التنين مثلا هسه القرد هذا ما هسه من يعطيني ببلاش ما اخذه هو هاي الجمجمة والله العظيم هاي الجمجمة هسه من يعطينها ببلاش ما اخذه 650 100 دولار صدق كذي كله تحفيات هذا المحل خاص بالتحف من والت ديزني
كون هاي التيشيرتات مال الفايكنج ثلاث قطع 100 دولار بس كا قاعد يتوسطن هناك الناس جاي ذولا يلعبون العاب هناك الالعاب يا يا بالدوس هذه Thank you.
توصل من الدولة بحير بزمان. ناي هو كوستر شوف هاي اخوان مع الصيد يفسكا قادي اخوان هاي مشمشين مربيات توسن فيدي هي كرزات ما اعرف شنو مكسرات هاي علامات قديمة يعني مستعملة هاي منها الخضيريات الطير الحر هاي مال ازهار مثلا تحط بيها وردة شغلات طبعا انا وتوسن بس نفتر العجب ما عجبنا كل شي ما مشترين وصدق وما لقيت شي بخير اشتري شنو هسه تشوفون يعني شو اشتري هذا لو هذا اشتري هذا راح يطلع وان هاي المهفات ما ذن السيدات
الكابر. شوفون هاي الهليكوبتر، هاي الناس يدفعون فلوس ما ادري 100 دولار 150 دولار، تفرهم 10 دقائق من 20 دقيقة، 10 دقائق طير بهم وتحلق بهم على الغابات على الاشجار هيجي وترجع. هسه ذلك لازمين بالسرعة دور، ابقوا وياي على ما يصعدون وتطير. اجاني الحبايب سووها شطول، هيا الله فضوني يلا. شنو هاي شطولها شعرتها سووها في الطيار لابسه كاسكيته. باب الطيار عبالك باب سايبه، صيدت مساعد الطيار. لابس له كاسكيته عبالك صاعد له بكيه. عبالك محرك ريم. يا الطيارة سلمي لي على يدي. قبل كنت كنا صغار. يدي يا الطيارة سلمي لي على يدي. هاي أنا يا الطيارة سلمي لي على يدي. توسن سكدوسية يا الطيارة سلمي لي على يدي. عديك يا إكسي. كندوسية يا الطيارة. الطيارة. سلمي لي. سلمي. على يدي. أي يدي. بدو يا سكاد سيد أنسى. ديك يا إكسي دي قال. إنسان قال هذا سوسي. ديك هتبي تبي.
طيري طيارة طيري طيري. يعني هاي الفراك كل واحد ذا من ورقة يضحكوا على الزواج. ورحبيت هي انا اقدر اقربها بس خلوها. صارت عبالك حمامة بعيدة. يا الطيارة سلمي يدي. هذا كان واحد والله هسه رجال مخلوف هاي ابو يده سارح بالغنم كل ما تمر طياره قال يا طياره سلمي لها على يدي. ويده سارح بالشياه. ويا طياره امريكيه تفوت ويقول هي الطياره سلمي لها على يدي. ولك يدك وين؟ وزير بالقصر الابيض مدري البيت الابيض غير يدك صارح بالغنم. اية الطيارة ويا بت يدي ويا. ذل وراي عائلة دنماركيين ما يعرفون ايش جاي يحكي. اجا يدي لاقوهم ذول اللي يستقبلونهم. الحمد لله على السلامة سلمتوا لي على يدي.